هذا وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد إسرائيل على هجوم حركة حماس سيغير منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال نتنياهو برؤساء بلديات المناطق الحدودية الجنوبية التي تعرضت للهجوم المباغت، وبينما أورد هذه الأخبار استمرار للغارات الإسرائيلية في قطاع غزة. ربما ندع الصوت والصورة بشكل طبيعي يكون أفضل من أي تعليق. إذن هذه غارات على قطاع غزة مستمرة على منطقة الرمال وباقي المناطق، غارات جوية عنيفة غير مسبوقة على أحياء سكنية في قطاع إذن كانت هذه هجمات مستمرة على قطاع غزة. ودعنا نقترب من الصورة أكثر بالتحليل والنقاش من عمان، أمين عام مجموعة السلام العربي والوزير الأردني السابق سمير الحباشنة. سيد سمير، مرحبا بك. الصورة لوحدها تتكلم، واضح أن إسرائيل قررت إبادة قطاع غزة طولا وعرضا. من يضع حدا لجرائم الحرب هذه التي لا تخضع للقانون الدولي؟ كما تحدث أحد الصحفيين، لا يوجد إنذارات مسبقة لأي غارة إسرائيلية. من يضع حد لكل هذه الهجمات؟ مساء الخير. مساء النور. ويرحم الله شهداء فلسطين على مد عمر القضية الفلسطينية. مثل ما تفضلت سيدي، هذه حرب إبادة، لم تعد حرب إسرائيل ضد حماس أو ضد المقاومين، هذه حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة. أنا أعتقد أنه لا يوجد إحداثيات للطيران عندما يضرب، هو يضرب كيفما شاء، لأن كل غزة هي إحداثية مقصودة في هذه الحرب الإبادة بكل ما تعني الكلمة. مثل ما تفضل الزميل قليلا، أنه أغلب الذين ضحايا الذين يقعوا هم أطفال وهم نساء وهم شيوخ. أنا يعني رأيي الشخصي، وهذه رسالة للأشقاء العرب، للمسؤولين العرب، أنا أعتقد أنها لحظة مواتية لأن نستخدم كل حضورنا كعرب المعنوي والمادي لوقف هذه الحرب. هذه حرب ضد الشعب، ليست ضد مقاومة ولا حماس ولا جهاد ولا ما شابه. أنا أعتقد يجب أن نخرج من عباءة الإدانات واللي على استحياء تجي في أحيان كثيرة. لا يجوز أن نرى أشقائنا أبناء الشعب العربي الفلسطيني بهذه الحالة وأن نبقى في دائرة الإدانة مثلنا. سيد سمير، اسمح لي هنا في هذه النقطة، يعني ماذا بإمكان العرب أن يقدموه في ظل ضوء أخضر أمريكي واضح، في ظل مساعدات عسكرية تصل تبعا إلى الجانب الإسرائيلي؟ ما الذي بإمكان العرب القيام به؟ يا سيدي، أنا لا أطلب من العرب أن يحركوا دباباتهم وطائراتهم، هذا طلب غير واقع وغير صحيح. أنا قلت أن نستثمر وأن نستغل المكانة المادية والمعنوية كعرب لوقف هذا العدوان في العالم. العالم له مصالح معنا كعرب. هناك 6-7 دول عربية لها علاقات سياسية مع إسرائيل. هذا أمر يجب أن يوضع في الميزان. حقيقة يجب أن لا نسكت ولا نتحدث عن المواقف السيادية وما شابه. اليوم شعبنا، أشقاء روحنا،
أبناء جلدتنا يتعرضوا للإبادة الجماعية. نعم. هذه رسالة لكل القادة العرب. لدينا دول عربية في موقع التأثير الحقيقي، مصر، الإمارات، الجزائر، قطر، الأردن، هناك دول، المملكة العربية السعودية بكل ثقلها المادي والمعنوي في العالم. هذه دول مهمة، لا يجب أن نخرج من دائرة الإدانة وأن نأخذ موقف للتاريخ اتجاه أشقائنا الذين يذبحون أمام أعيننا وأمام عالم منافق، عالم يعتقد بأننا لن نأخذ أي إجراء. اسمح لي سيد سمير، نحن نشاهد هذه الصور حقيقة، غارات مستمرة لم تنقطع منذ بداية هذا الصباح. سيدي قبل ساعة أو أقل نتنياهو يقول من هذه سوف يكون هناك شرق أوسط جديد. ما لا يقصد؟ يقصد أن هذه المنطقة العربية إما سوف تخضع بالاحتلال أو تخضع بخضوع سياسي واقتصادي لإسرائيل. الكل مستهدف يا سيدي. نحن في الأردن نعتبر بالمشروع التلمودي جزء لا يتجزأ من المشروع التلمودي الصهيوني. طيب سيد سمير، أنا مضطر لأن أوقفك فقط لأنه الصورة أيضا والأخبار تأتي لعمليات قصف وحشية حقيقة بين قوسين، كما نلاحظها، لأنه واضح كما يقول المعلقون والصحفيون وكل المحللين الذين نستضيفهم من قطاع غزة، يقولون 99% من الذين قضوا في هذا القصف هم من المدنيين. نعم. هذه صحيح. حملة صحيح. عسكرية على المدنيين وليس على نشطاء أو فصائل فلسطينية. من يقصف؟ صحيح، ليست ضد المقاومة. من يقصف هم فوق الأرض، الفصائل الفلسطينية كما يقول البعض هم تحت الأرض. لماذا لا تواجه إسرائيل هؤلاء في الأنفاق وليس فوق الأرض؟ يا سيدي المقاومون مستعدون، مثل ما تفضل المعضلة تقع في رأس المدنيين العزل البسطاء المساكين. الآن قطاع كله 345 كيلومتر، الآن في 123 ألف لغاية الظهيرة داجين في 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 البرية لا يعرفوا أين يذهبوا. يعني هذه جريمة لا يجوز للعالم أن يسكت عليها. وما دام العالم ساكت يا صديقي، على العرب أن يوظفوا مكانتهم المادية والمعنوية لوقف هذه الحرب النازية. هذه حرب نازية بكل ما تعني الكلمة. واللافت سيد سمير بأنه القناة السابعة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي كبير يقول الهجمات ضد غزة ستكون قوية حتى لو تضرر الأسرى، يعني هم مش سائلين حتى في مواطنيهم، وبالتالي هم ماضين في هذه العملية العسكرية. هذه دولة يعني مسعورة، هذه دولة مثل ذئب متوحش جائع. أنت تتحدث عن مقاومين، مشكلتك اليوم مع الشعب الفلسطيني في غزة الأعزل، ويريد نتنياهو أن يخلق من هذه المعركة شرق أوسط جديد. علينا أن نتنبه للأهداف الملعونة التي تقف وراء هذه التصريحات. لا يجوز أن نبقى بدائرة المتفرج يا صديقي. أنا أتحدث عن العرب. لا يحك جلدك إلا ظفرك. أين هو الظفر العربي؟ أمة تريد، وأين مخالب الأمة يا سيدي؟ لا يجوز. إيش إداني؟ إداني لناس بيقتلوا أبنائنا وبيقتلوا أطفالنا وبندين مثلنا مثل أي منظمة حقوق إنسان. ولا نريد، ولا أنا أضع، لا أضع الحق على دولة عربية بعينها. أريد موقف عربي شامل. وخلي أمريكا تقصف الأمة العربية كلها يا أخي، 14 مليون كيلومتر مربع بدها تقصفها الولايات المتحدة. يجب أن نأخذ موقف حقيقة. هذه نداء للقادة. طيب، ولدينا قادة متمكنين، لديهم مكانة عالمية، لدينا قادة لهم مكانة عالمية، ولدينا دول لها مكانة عالمية. أرجوك، أنا لا أزايد على أحد، أطالب بموقف عربي شامل. سيد سمير، فيما يتعلق بما يحصل في قطاع غزة، كانت هناك تحذيرات من الجانب حزب الله أنه في حال اجتياح بري لغزة سوف يتدخل الحزب. هل تعتقد بأن هذه الحرب ستتوسع؟ هذه الحرب
بيد إسرائيل أن تتوسع أو تتوقف عند هذا الحد. إذا إسرائيل تظل بغلوائها بهذا الذبح اللي مثل ما تفضلت أنت هي إبادة حقيقية للمدنيين للشعب الفلسطيني، أنا أعتقد أن الموضوع منفتح على كل الاحتمالات، قد تتحول إلى حرب إقليمية، وقد نجبر كعرب أن نكون جزء من هذه المشكلة، حتى العرب الرسميين أن نكون جزء من هذه المعركة. وأنا أعتقد أنهم يدفعون مثل ما بيقول المثل البدوي، يلزون العرب على الطور، هو بلزك على الطور إجباري، يريد منك أن تكون جزء من هذه المشكلة القائمة حاليا. يعني في حسب ما نفهم من كلامك سيد سمير بأن إسرائيل تحرج حتى الدول صحيح. التي وقعت اتفاقيات نعم. سلام معها بهذه السياسة، تحرجنا، تحرج الاتفاقات الإبراهيمية، تحرج مصر، تحرج الأردن، الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، وإسرائيل بالند هذا العمل، تقديري أن إمكانية التطبيع مع المملكة العربية السعودية قد ذهبت، وربما تذهب بقية المعاهدات على ظل هذه الحرب النازية التي تقوم ضد الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أنهم يعني يدفعون العرب إلى اتخاذ موقف بعيد عن موقف إحنا جنحنا إلى السلام، لكن لا نرى من يعني كل ما يقال بأنهم والله حماس عملت عملية، الشعب الفلسطيني يا جماعة يقوم بردة فعل لفعل مستمر مزمن من القتل والذبح ومصادرة الأراضي والتدمير. حتى أعراضنا في الخليل قبل أسبوعين عروا السيدات الفلسطينيات يا سيدي، يعني العرض والأرض اللي هي صنوان كرامة العرب تمتهن في 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 على يد هذا الاحتلال اللعين. وبعدين إلى متى؟ يعني لا يمكن أن يبقى، يعني الجندي المصري اللي امبارح اللي أطلق مسدس وربما قتل أبرياء، قتل سواح، أنا أعتقد أن حالة الجندي المصري قد تتحول إلى حالة عامة في الوطن العربي. واضح واضح واضح. أنا أشكرك جزيل الشكر سيد سمير الحباشنة أمين عام مجموعة السلام العربي والوزير الأردني، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم في هذه التغطية دائما لهذا القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الذي يطال بنية تحتية، عمارات سكنية، ومناطق أماكن استراتيجية في قطاع غزة.